la 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 la. Tranquil mind finds a shelter where no anger, hate, shedding blood. Gunfire seeking safety under humanity. Now call Mouna, please. Mouna. نعم أستاذ. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يصلكم صوتي واضحا؟ نعم نعم ست مونا كملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة الكرام، شكرا لحضوركم وشكرا لمؤسسة الأستاذ منير مزيد للثقافة والفنون، ممثلة في شخصه للجهد الكبير المبذول للرقي بالفكري وتطوير الوعي باستضافتنا وإتاحة فرص النقاش والحوار وتبادل الأفكار. سادتي، أساهم في دعم هذا المجهود المشكور بمداخلة فلسفية تسلط الضوء على مفهوم التعايش السلمي كمطلب كوني، وتبحث في كيفية رسم ملامح الحضارة الإنسانية المبنية على احترام الحقوق وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، باستقصاء خطوات تطور مفهوم التعايش السلمي بين الشعوب عبر التاريخ الفلسفي، مروراً بالعراقيل التي حدت من بلوغه غاياته المرجوة والتي ما زالت تتواجد في وقتنا الحالي وتصد التطور الفكري والثقافي الناجم عن حرية الاختلاف والتنوع. هي محاولة منا لتجفيف المستنقعات بدلاً عن قتل البعوض على رأي علي عزة بيجوفيتش. نحن نطرح الرؤية الفلسفية كمنظور فكري ناقد حر وهادف في معالجة القضايا ذات الغايات الإنسانية الشاملة والسامية، إذ نجد أن التداخل والارتباط عميقين بين التعايش السلمي وبين الفكر الفلسفي، فكلاهما يتغذى على قبول الآخر واستيعابه بقطع النظر عن اختلافه، فيثمر نمط حياة أكثر عمقاً وأعمق سلاماً. ولأننا نحن من يحدد مسارنا في هذا الكون، فسنقول ما قاله أفلاطون ونختار بين أن نكون مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبين إذا لم نرد أن نفكر، وعبيدا إذا لم نجرؤ على التفكير. فالفلسفة شأنها شأن التسامح، هي فن التعايش معا مع المراعاة الواجبة للحقوق وللقيم الكونية المشتركة. هي القدرة على رؤية العالم بعين ناقدة مدركة لاختلاف وجهات النظر، تعززها حرية الفكر والضمير والمعتقد، ويثريها قبول الآخر واحترام اختلافه. فعقل المتعصب يشبه بؤبؤ العين، كلما زاد الضوء المسلط عليه زاد انكماشه، على قول أوليفر واندر وولمز. حضرات السادة الكرام، إنه يمكن أن نفكر بطريقة مغايرة في مسألة التعايش بين الإنسانية رغم الاختلاف، حيث نحاول أن نتيح بفكرة أولئك الذين ما زالوا في عزلة عن التطور واكتفاؤهم بالمشاهدة عن بعد، فلا علاقة لهم بالإنسانية وبتجاربها مع مفاهيم الفكر التي ظلت في صراع مع أوضاع تاريخية كثيرة في العالم. فالاختلاف ما زال في وعي الكثير يمثل مصدراً مزعجاً وسبب قتل وحروب وإبادة
ونهايات مختلفة للإنسان وللحرية والسلام، ما زال الاختلاف تأصيلاً للتوتر، في حين أن الاختلاف بإمكانه أن يكون مرجعاً تقوم عليه القيم. يقول شكسبير: البعض يولد عظيماً، والبعض يجتهد فيكون عظيماً، والبعض يسبب مشقة عظيمة لهؤلاء، والأمثلة كثيرة. ولنا في هذا السياق تجارب فكرية كان كبارها أصحاب مقولات خالدة في رسالات التسامح والحب وإيجابية الاختلاف وجمالية تنوع الثقافة وعمق الأديان الحضارية، التي كان لها أن تكون قوة دفع نحو عالم أفضل تساهم فيه بوعي التسامح وبكونية البعد الأخلاقي، سلوكية معتمدة في اللقاء بين الإنسان والإنسان. لكن وعلى رأي أينشتاين، الفرق بين الغباء والعبقرية هو أن العبقرية لها حدود. حضرات السادة المحترمين، إن السلام لا يولد في المؤتمرات الدولية، بل في قلوب الناس وفي أفكارهم. فمع الرؤية الفلسفية سننتقل من النسبي إلى المطلقي، ومن الانغلاق إلى الانفتاح، ومنذيق الهوية إلى اتساعية الاختلاف، متجاوزين بذلك الأنا الديكارتي إلى أناءات ثقافية أخرى. فالأنا بلا قيمة إذا ما أعدم الاعتراف بالتنوع والتكامل وسمح باندماجه داخل الحياة الجماعية. هنا سيفكر أديغر موران بقوله: إن للعقول العاجزة عن تصور وحدة الكثرة وكثرة الواحد لا تقدر على الرفع من شأن الوحدة التي تولد التجانس، أو الرفع من شأن الكثرة التي تنغلق على نفسها. بمعنى أن التلاقح الفكري الداعم للتعايش السلمي يخرجنا من بين براثن التعصب للفكرة الواحدة، ويؤصل الحوار بديلاً عن العنف، والسلم بديلاً عن الحرب. فلقاء الإنسان بالإنسان، والثقافة بالثقافة، والحضارة بالحضارة، أمور يجب أن تحترم وتعترف بالاختلاف والتنوع وحرية التفكير. وبفائدة هذا الاختلاف إذا ما تمزج في إثراء الحضارات ودوام بقائها، دون أن تفقد كل واحدة على حدة طابعها وانتماءها. على رأي المهاتما غاندي: أفتح نوافذي لكل رياح العالم، ولكن دون أن تقتلعني من جذوري. فالخصوصية هي تميز الآخر، والوعي بالذات وإدراكها لتميزها وقدرتها على دعم الكونية ببصمتها. فنسمو بالذات لنراه غنماً وليس غرماً. فإذا تحقق ذلك، استطاعت مجتمعاتنا العربية وكذلك دول العالم أجمع رسم ملامح الحضارة الإنسانية المبنية على التسامح والسلام. فالانتصارات الحقيقية والدائمة هي انتصارات السلام وليست انتصارات الحرب. يقول الفيلسوف الفرنسي سارتر: إن فرنسا يجب أن تخلص نفسها من فرنسا، أي أن فرنسا تلك الحرة المثالية يجب أن تفصل نفسها عن فرنسا الدولة الاستعمارية. فالفيلسوف سارتر يرى أن حقوق الإنسان ليست لكل الناس، بل هي لأولئك الأكثر إنسانية. إذن علينا أن نتحرر من أنفسنا سبيلاً إليها، إلى أنفسنا. وكأننا نستحضر الفيلسوف اليوناني أرسطو في قوله الذي ما زال متميزاً وما زال معاصراً، حين يقول: علينا أن نحرر أنفسنا من الأمل بأن البحر يوماً سيهدأ، علينا أن نتعلم الإبحار وسط الرياح العاتية. فهناك من يناضل من أجل الحرية، وهناك من يطالب بتحسين شروط العبودية، على حد عبارة المفكر مصطفى محمود، مطابقاً لقولة أفلاطون: لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون مظلات. سادة الكرام، في الإعلان العالمي لحقوق
إنسان المادة 30 تقول: ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه، فلكل إنسان حق التمتع بحقوقه وحرياته دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم، فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد الذي ينتمي إليها الفرد. لذلك تساءل الفكر الإنساني عن أسس الحق، أي عن الأدلة أو القيم التي يستند إليها لاعتبار أمرها حقاً، والاعتراف بشرعية وإفساح المجال لصاحبه ليتمتع به. كذلك ما زال المشكل الديني قائماً بين مختلف شعوب العالم، حاجزاً يعيق التواصل بينها، رغم أن الدين قد قام على أهمية التواصل بين البشر. على مستوى حب تلك الشعوب المختلفة لخالقها، الله واحد والثقافة متعددة، فماذا عن الاختلاف الحاقد بين كثير من الشعوب؟ هل أن مصدر الخلاف بينها كان وما زال مصدرا ثقافيا؟ فالدين والفلسفة يشتركان في موضوع التأمل المتمثل في ما هو حق بذاته ولذاته. الإله من حيث وجوده لذاته وبذاته، والإنسان في علاقته به. فقد أفصح الناس في الأديان عن الوعي الذي لديهم بالموضوع الأسمى، فالأديان إذن أرقى إنجاز للعقل على حد قول هيجل الفيلسوف الألماني، حيث أن الدين يجمع ولا يفرق. ولنا مثال على الإسلام دينا يدعو إلى الحياة والحب والسلام، ولقد جعل من الله في قرآنه شعوبا وقبائل لنتعارف، وإن أكرمنا عند الله أتقانا. علينا أن نختار اليوم إما التعايش السلمي أو إفناء بعضنا بعضا، فكلنا نعتقد أن الحقيقة ستكون لها الكلمة الفصل على أرض الواقع. يقول مارتن لوثر كينغ بطل القضية الزنجية في أمريكا: الحق المهزوم مؤقتا أقوى من شر منتصر. لذلك لا بد من تكثيف الجهد لتمسي فجوة الإقصاء والتجاهل الناتجين عن الاختلاف مهما كان مصدره، والعمل على وقف الأنظمة الاستبدادية وإنهاء الممارسات العنيفة ضد الرأي المخالف. وعندما نعي كل معاني الحرية بلا إقصاء متخلف، سيكون مسيرنا على الدرب الصحيح قد بدأ. فما زالت حاجتنا إلى السلام قائمة في أنفسنا وفي كتب مدارسنا وفي محاضرات مفكرينا وفي قصائد الشاعر وفي رواية الأديب وفي عقل العسكري الحالم بالطمأنينة حين ينادي: عندما أقتل في يوم من الأيام سيعثر القاتل في جيبي على تذاكر للسفر، واحدة إلى الحقول والمطر، وواحدة إلى ضمائر البشر. أرجوك ألا تهمل التذاكر يا قاتل العزيز، أرجوك أن تسافر. شكرا لكم. بقلم منى بن سليمان من تونس. أجدتي والله. شكرا أستاذة منى، شكرا لك.